80% نسبة المنازل التي تضررت بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت خلال الأيام الأخيرة مخيم جنين، هذا في المقام الأول بحسب تصريحات رسمية. منازل المخيم يقدر عددها الإجمالي بنحو 1000 بين شقق سكنية بيوت مستقلة يقطنها نحو 15,000 نسمة، تعرض أغلبها لتدمير كلي وجزئي، هذا بالإضافة إلى حرق وتخريب ممتلكات وإتلافها أيضا، فيما لم تسلم شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي حتى الهواتف الأرضية من التخريب. مئات العائلات نزحت عن منازلها مجبرة تحت تهديد ووقع القصف الإسرائيلي. بعض منها طبعا من هذه العائلات أسكنت في أماكن خصصت لذلك، بينها ساحة مستشفى جنين الحكومي القريب من المخيم. منظمة يونيسف عبرت عن قلق بالغ إزاء التصعيد الذي خلف قتلى بينهم أطفال وأدى إلى نزوح مئات العائلات. دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت تقديم 15 مليون دولار لدعم عمليات وكالة أونروا وخدماتها وتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، خاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها، والمدينة والمخيم اللتان طبعا أو اللذان شهدا خلال الفترة الماضية اعتداءات إسرائيلية كان لها تداعيات على آلاف الأشخاص. سأنتظر إلى حين يعني تيسر الاتصال معي من القدس كاظم أبو خلف مدير مكتب إعلام أونروا في الضفة الغربية، ومن المفترض أن يكون معي طبعا محافظ جنين اللواء أكرم أرجوب المتوفر الآن من القدس على ما أظن. طيب لا أحد جاهز منهما بكل الأحوال. أذكر مرة أخرى بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين التي كانت هي الكبرى طبعا منذ عام 2002، عندما نتحدث عن عام 2002 نتحدث عن الاجتياح الكبير والشامل للضفة الغربية الذي سمته إسرائيل حينها عملية السور الواقي. هذا التوغل الكبير لجنين إذن بعد 21 عاما على تلك العملية استمر هذا التوغل والاجتياح ليومين، أدى إلى يعني سقوط عدد من القتلى الفلسطينيين وإصابة العشرات. الآن من القدس معي كاظم أبو خلف مدير مكتب إعلام الأونروا في الضفة الغربية. أهلا بك معنا أستاذ كاظم. بداية هل أحصيتم؟ مساء الخير. أهلا فيك. أحصيتم ما تضرر في مخيم جنين سواء فيما له علاقة بالمنازل والممتلكات والعائلات التي فقدت ربما مصادر رزق لها؟ نعم، الحقيقة بعد تمكن فرقنا من الدخول إلى مخيم جنين فورا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه، بدأنا فعلا بعملية إحصاء الأضرار وتقييم حجم الاحتياجات. نتحدث الآن عن 900 بيت في هذا المخيم تضرروا إما بشكل كامل أو بشكل جزئي. 19 بيت من هذول 900 بيت تضرروا بشكل كامل تماما ولا يمكن أن يعود إليه الناس للسكن فيها. البنية التحتية تدمرت بشكل كبير، وقد رأينا وطالعتنا وسائل الإعلام حجم الجرافات التي كانت تجرف الأرض بما فيها. يجري العمل في المخيم على قدم وساق لإعادة أساسيات البنية التحتية حتى يتمكن الناس من العودة إلى يعني حياتهم ولو بشكل جزئي إلى حياتهم الطبيعية، وكذلك وعلى رأسهم الأطفال من العودة إلى المدارس. وبالمناسبة هنا أصرح بأنه أطفال مدارس مخيم جنين، وهي مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية، 4 مدارس لدينا في مخيم جنين، سيعودوا إلى مدارسهم يوم السبت إن شاء الله. طيب بالنسبة لمركز جنين الصحي، تفضل. نعم. تفضل بالنسبة لهذه النقطة. بالنسبة للمركز الصحي التابع لوكالة الغوث في مخيم جنين، وهو المركز الصحي الوحيد، الطاقم تضرر بشكل جسيم، جدران الخارجية تضررت بشكل جسيم. نقلنا طاقمنا الطبي منه إلى مركز مؤقت آخر قريب من المخيم حتى يتسنى لنا الاستمرار بتقديم خدماتنا في الرعاية الصحية الأولية والثانوية للاجئين في مخيم جنين.
طيب باعتبار أنه هذا الأمر طارئ، يعني لم يكن في الحسبان عليكم، يعني أنكم بحاجة إلى مزيد من التمويل، كيف ستحصلون على هذا التمويل؟ أذكر هنا بأنه دولة الإمارات تبرعت ب 15 مليون دولار طبعا لكم للبدء في إعادة إعمار ما تضرر. نعم صحيح، يعني نشكر دولة الإمارات الحقيقة، لم يقصروا أبدا ولهم تاريخ طويل في الكرم بالنسبة لوكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين وغير اللاجئين الفلسطينيين لدينا في فلسطين. من اللحظة التي بدأت بها العملية العسكرية الإسرائيلية وبحكم خبرتنا، وهذه هي ليست العملية الأولى الحقيقة وإن كانت الأكبر منذ 20 عام، أن نحن كنا نعلم أننا بحاجة إلى حشد المزيد من الموارد، فبهدوء وخلف الأبواب المغلقة كان هناك اجتماعات وجهود مباركة تكللت بالنجاح أولا من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة ب 15 مليون كما ذكرت، ولكن قد نحتاج إلى المزيد من الأموال. الجهود يعني تسير باتجاهات مختلفة ومع بعضها البعض، قسم من زملائنا يعمل على حشد الموارد، قسم يحصر الأضرار، قسم آخر يساعد في التخفيف من الوطأة النفسية، فرق يعني لديها من الخبرة ما يكفي. وإن كنا نتأمل الحقيقة أنه إحنا لا نضطر إلى العودة إلى العمل تحت شعار أزمات طارئة في كل مرة في الضفة الغربية أو حتى في أي مكان آخر. طيب حتى أعرف الفرق بين عملكم وما هو مطلوب من السلطة بخصوص إعادة الإعمار، هل هذا جزء من يعني عمل الأونروا أم الدور فقط متعلق بتقديم المال وهم يتدبروا الأمر؟ الحقيقة الأونروا موجودة على الأرض بقوة في مخيمات الضفة الغربية، السلطة هي أولا الدولة المضيفة بالنسبة لنا، السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي كذلك شريك أساسي الحقيقة ولا تقصر أبدا معنا وكالة الغوث يعني السلطة الوطنية الفلسطينية، ونحن لا نقصر أبدا يعني مع اللاجئين قدر المستطاع، أو في البداية دائما نأخذ الانتقاد وأين وكالة الغوث وأين الطرف الفلاني، ولكن سرعان ما ينجلي الغبار ويبدأ الناس يشعروا بأنه فعلا نحن لم نكن يعني مكتوف جالسين أو مكتوفي الأيدي، كنا نعمل، والدليل البشرى الصارة التي ولدتنا من الإمارات العربية المتحدة. بالمناسبة من الجدير ذكر أننا يعني لا ندير المخيمات وإنما نقدم فيها خدماتنا الأساسية، وعلى رأس الخدمات الصحية في الرعاية الصحية الأولية والثانوية وخدمات التعليم وخدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات كخدمات الحماية، وأيضا لدينا برنامج اسمه برنامج الإقراض الصغير، هذا ما نقدمه للاجئين الفلسطينيين، وهذا كان الحال منذ 75 عاما على فكرة، خلال فترة يعني بسيطة جدا. أنت تتحدث عن حالة لجوء عمر 75 عام ولا تزال الصور تكرر نفسها. بالأمس القريب رأينا صور محزنة لأناس يتركون مخيم جنين بالمناسبة، وبعض زملائي الذين ينحدرون أصلا من عائلات فلسطينية لاجئة يعني كانوا في منتهى الحزن وقالوا أنه هكذا كان أجدادنا يرون لنا بالضبط، هذه نراها الآن نحن بأم عيوننا ما كنا نسمع من أجدادنا عن حالة النزوح. يعني أقول لحسن الحظ أنه قضية العملية العسكرية الإسرائيلية انتهت خلال 48 ساعة. نعم، 48 ساعة يعني خلفت الكثير من الأضرار، هل في يعني رقم معين ولو يعني مبدأي، رقم مبدأي أنتم بحاجة إليه يعني تقديم هذه المساعدات المطلوبة الآن؟ تقصد من الموارد المالية؟ نعم بالضبط، يعني مبلغ يقدر بكم؟ يعني ليس لدي رقم محدد، ولكن أنا بدي أحكي لك ما يلي. كل حشد مالي، كل الموارد المالية التي يمكن توفرها ستستوعب في مخيم جنين لإعادة إعماره لتصليح الأضرار، ولكن حتى لو عدنا إلى ما كان قبل العملية العسكرية الإسرائيلية، هو مخيم أصلا بحاجة. في هذا المخيم يقطن آلاف من الناس، قسم كبير هو مجتمع فتي، قسم كبير منهم شباب، نسبة البطالة لديهم نسبة عالية جدا، تعد تقريبا نسبة لمحافظة جنين الثانية في الضفة الغربية حسب إحصاءات أو أرقام مجلس الإحصاء المركزي الفلسطيني. فالمسألة، وهذه مهم النقطة جدا وأشكرك على إثارتها، المسألة ليست قضية أنه أنا نحشد الموارد المالية حتى نعيد الإعمار وانتهينا. لو أعدت مخيم جنين إلى ما كان قبل العملية العسكرية، هو أصلا مخيم بحاجة، شأنه شأن 19 مخيم مماثل موجودين في الضفة الغربية، مساحة يعيش فيها آلاف من الناس وهي أقل من نصف كيلومتر مربع، ولك أن تتصور ماذا يعني ذلك، تعقيدات بمختلف وتشابكات بمختلف الاتجاهات. طيب هون عندي سؤال،
وأنا مدرك تماماً أنه دوركم ليس الحديث في أي شأن سياسي، لكن هو ليس سياسي عشان من هلأ يعني تطمئن. هل لديكم قدرة أنتم أو يعني مخولين تقديم شكوى؟ يعني بمعنى الذي اعتدى على مؤسسات وعلى مرافق أنتم تديروها في المخيم، لا أقول كل المخيم، وأنتم تقدمون الدعم لها، الآن تضررت بفعل هذا الهجوم الإسرائيلي، يمكن للأونروا تقديم شكوى مثلا؟ الأونروا يعني تتصل بكافة الأطراف في الحقيقة في سبيل هدف واحد، تسهيل تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وعندما أقول كافة الأطراف أعني أيضا الجانب الإسرائيلي، ونحن على تواصل مع الجانب الإسرائيلي، ولدينا من الإمكانيات ما نوصل رسائل الاحتجاج الكثيرة. أحيانا وغالبا تكون الجلسات خلف الأبواب المغلقة، تجربتنا أفادت بأنه التقدم يكون أكبر خلف الأبواب المغلقة، وإن كان خيار أن تذهب إلى الإعلام دائما هو خيار يعني موجود، ولكن الهدف هو ليس التشهير بقدر ما هو الهدف في الحقيقة تسهيل عملية الخدمات. نعم تقدمنا في السابق ونتقدم برسائل احتجاج وشكاوى ونخاطب الإسرائيليين مباشرة بشأن ما يتعرض له المخيم، وإن كنا دائما نحاول قبل أن نفعل ذلك أن نتحرى الدقة الشديدة. هل يعني ذهبت الفرق يعني فرق أخرى من الأونروا إلى المخيم لمعاينة هذه الأضرار، ومتى من الممكن البدء يعني في تقديم المساعدات ويعني على الأقل المساعدة في إصلاح ما تضرر؟ فرق وكالة الغوث الدولية كانت موجودة في مخيم جنين في اللحظة التي خرجت منها القوات الإسرائيلية من أوائل الحاضرين، ومن باب العدل والنزاهة كان هناك أيضا فرق أخرى، بل قبل إنتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية توجهت فرق وكالة الغوث الدولية ومعها فرق من منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى جنين في محاولة للدخول إلى المخيم، وكنت ذكرت في مقابلات سابقة أن هذه المحاولة لم تنجح، ولكن زرنا المدينة وزرنا محيط المخيم واجتمعنا في بلدية مخيم جنين وتشاركنا وتحاورنا حول أفضل السبل لإعادة الإعمار وما هو السبيل الأفضل للبدء بدفع المساعدات إلى الداخل. لم نتمكن لأنه كان في تبادل لإطلاق النار كثيف جدا، فما قمنا به قمنا بتحويل بعض المستلزمات الطبية من مستشفى تابع لوكالة الغوث في الضفة الغربية موجود في مدينة قلقيلية، حولناها إلى مستشفى حكومي في جنين على مقربة من المخيم. منظمة الصحة العالمية كذلك فعلت نفس الشيء، قدمت مواد طبية إلى المستشفيات الحكومية الموجودة بقرب المخيم، وكما قلت في اللحظة التي تسنى لنا فيها الدخول إلى المخيم كنا أوائل من أوائل المبيعين. إحنا اللي بنعرف الناس، لدينا سجلاتهم، نزورهم في بيوتهم، بنعرف العائلات، لدينا يعني معاييرهم بالنسبة لخط الفقر، واللي هم بالمناسبة كما ذكرتهم يعني يعتبروا لديهم يعني مواقعهم تحت خط الفقر، فإحنا موجودين في مخيم جنين. الحاجة مهولة جدا. أنا كما يروي الزملاء أنا بالمناسبة سأتوجه غدا وبعد غد إلى مخيم جنين، ولكن زملائي الذين سبقوني يروا ما يجعل الولدان شيبة كما يقولون. الحاجة مهولة جدا، 48 ساعة نعم، ولكنها كانت كدهر وخلفت دمارا كبيرا. بس المقلق جداً والمخيف جداً انه كل ما قدمتم مساعده واسهمتم في اعاده اعمار ما تضرر، الجانب الاسرائيلي يقول انه مخيم جنين بالنسبه اليهم ما زال مستباح، يعني في اي لحظه ممكن يدخلوا ويقصفوا، يعني بمعنى انه ستبقوا في حاله طوارئ انتم للتعامل مع مخيم جنين. الجانب الاسرائيلي له ان يقول ما يقول، وان كان الذي يقوله هو بالنسبة لنا قراءتنا كمنظمة إنسانية نقرأ كما يلي. هذا الكلام يؤكد على ما كنا ننادي به طوال الوقت، إنه الحل في الصراع هو ليس العنف، الحل في الصراع هو إيجاد البحث في جذور المشكلة وإيجاد حلول شاملة وعادلة ومرضية لكل الأطراف، وإلا كما تفضلت سنبقى في هذه الدائرة. ولكن إذا كان الخيار البقاء في هذه الدائرة فنحن لها، يعني لا سبيل أن نترك الناس، لا سبيل أن نترك المدنيين، لا سبيل أن نترك الأطفال دون تقديم أي معونة أبدا. يعني خسارة أن تذهب خبرة وكالة الغوث هكذا نقول والله إحنا في دائرة مغلقة ولن تنتهي ولا نستطيع كسر الدائرة، لا، نحن موجودون وسنبقى موجودون ما بقيت الحاجة إليه. أخيرا، ستطرق أبواب العديد من الدول لتوفير مزيد من المال؟
نعم بكل تأكيد، ليس سوف نطرق بل بدأنا فعلا الآن، وأنا أتحدث إليك مدير شؤون الأنروا في الضفة الغربية السيد آدم بولوكوس لديه إحاطة يقدمها للمانحين، سنأخذ ممثلين عن الدول المانحة إلى مخيم جنين غدا وبعد غد كذلك. هذا العمل بدأ منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية كما ذكرت. سعادة المفوض العام اجتمع مع المسؤولين في الإمارات وتمخض هذا الاجتماع عن كرم إماراتي معهود بالنسبة لنا في وكالة الأوروبية، ولكن الرسالة التي نود إرسالها أنه نحن دائما نحتاج إلى المزيد، وبالمناسبة ليس فقط في مخيم جنين. مخيم جنين يأخذ التركيز ويأخذ الأضواء الآن بحكم ما مر به صحيح. الناس هناك، ولكن في الضفة الغربية هناك هاجة مهولة جدا خصوصا في أوساط المخيم. شكرا من القدس كاظم أبو خلف، مدير مكتب إعلام أونر وفي الضفة الغربية. الآن معي من جنين عبر الهاتف رامز بشير صدقة، أحد سكان جنين وشهد العملية العسكرية. إحنا نقلنا كثير رامز يعني، وتحدثنا مع من شهدوا العملية. الآن بعد هذه العملية وهذا التوغل والاجتياح، شو ممكن أنك توصف لنا ما خلفوا يعني الاحتلال من جراء هذه العملية؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء إحنا من داخل مخيم جنين، من جنين نحيي صمود شعبنا. بدنا نوصف لكم الحالة، إحنا ما صار فينا شيء، عادي كل مرة هيك بصير فينا يعني. بس هالمرة رامز، لأنه كانت العملية كبيرة، يعني شو الأضرار، القصف اللي دمروا من مباني، منشآت، تدمير للبنية التحتية؟ أوصف لنا، أعطينا وصف إذا سمحت. أول شيء هذا احتلال همجي، يعني لما ما يقدر يعمل شيء للمقاومين وللمقاومة عندنا، فبصير يتفشى، يعني بصير إنه يضرب البنية التحتية ويصير يضرب الناس الأبرياء. احنا عندنا المقاومين بكل خير، ما صار لهم شيء. في بيوت تدمرت بشكل كامل بحسب ما سمعنا، وبيوت صح. صحيح، عادي الامور عاديه، هاي عندنا عاديه احنا، هاي لا لا انا فاهم يومي. انا فاهم، بس اقصد عشان المشاهد نحطه بالصوره، يعني انه في كثير بيوت تدمرت واهلها ما بيستطيعوا يعودوا إلها. نعم صحيح، نعم صحيح، في بيوت تدمرت تدمير كلي وتدمير جزئي، بنية تحتية، شوارع، المياه، الكهرباء، دمرت تدمير كلي. بدهم مبلغ، هذا بترجع عندنا للبلدية الجنين، هم بيقدروا كم المبلغ، ما بعرف كم تقدر، بس هو المبلغ كبير. صحيح، لأنه الآن كان المتحدث باسم الأونر وقال أنه بدأوا يعني بإحصاء الأضرار لتقديم المساعدات، وسيأتي نعم الممثلين صحيح. عن دول المانحة. نعم بيحصل أضرار، بس وبيحصل أضرار، وإن شاء الله بيرجع المخيم أقوى من هيك إن شاء الله. لكن هو الاحتلال في خوف رامز، في خوف بأنه لأنه الإسرائيلية بيقولوا أنه في أي وقت ممكن يعودوا إلى المخيم، يعني ما زال أهالي المخيم متوجسين بأنه يكون في أي يعني عملية أخرى في أي وقت؟ طبعا، هذا الاحتلال غدار، يعني في أي وقت، في أي ثانية ممكن يدخل كمان مرة بنفس القوة بنفس الهمجية. هذا ما بوقفه شيء إلا رب العالمين. بس انت يعني انت كنت بالمخيم ولا في المدينه لما صارت العمليه؟ هو فشل فشل ذريع في العمليه هاي، فراح هسه هو راح ينتقم مره ثانيه، راح ينتقم، هو حاله انتقام، هو مش عارف شو بيعمل اصلا، فبينتقم منا، بينتقم من الابرياء، بينتقم من البيوت، من الشيوخ، من النساء، من المساجد. طب لما صارت يعني العملية رامز، لما صارت يعني العملية، أنت كنت في المخيم ولا في المدينة؟ كنا في أرجاء المخيم، يعني حوالي المخيم كنا، وشوفنا كل العملية اللي صارت. يعني أي واحد مارك بالطريق، أي واحد مارك ماشي، يعني حامل كيس خبز، حامل يعني غراض، قتل، يعني هو معرض للقتل، لأنه كان في قناصة منتشرين على أسطح البنايات وداخلها حتى. كان يفوتوا على البيت، يكسروا البلاط، يكسروا الحيطان، بس عشان يطلعوا قناصة. يعني كانت كل جنين قناصات، أي إنسان متحرك في جنين معرض للقتل. بس كمان سمعنا قصص وروايات بأنه لما كانوا يبحثوا عن المطلوبين كانوا يفلتوا الكلاب البوليسية على النساء والأطفال. أنا في عنا بيوت في المخيم، يعني شفنا الإشي، إنه كانت تحكي بالتليفون البنت
كان فات عليها الجيش مره واحده، هم عائله يعني، الزلام كانوا برا والنساء ظلوا في البيت، كانوا فلتوا الكلاب عليهم يعني، يعني على نساء عزل يعني. كيف معنويات معنويات اهل المخيم واهل جنين على نحو عام؟ طبعا احنا معنوياتنا دائما عاليه وراح تظل عاليه، مستحيل انهم ينزلوا شعره من معنوياتنا. شكرا لك رامز بشير صدقة من سكان طبعا جنين وشاهد العملية العسكرية، شاهد عيان يعني، شكرا لك رامز.